وانا ممكن اقول مع انه احنا في رمضان انك تسمعنا. ان شاء الله نبدا بصوت الشيخ الثلاثه، نبدا نقلدهم، نبدا بصوت الشيخ الحليلي. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الحليلي ودائما نسمعه في صلاة الفجر. أيضا الشيخ محمد حسين عامر نسمعه قبل المغرب، هو أحيانا محمد حسين عامر وأحيانا الشيخ محمد القريطي رحمهم الله الاثنين. الآن محمد حسين عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. هذا الشيخ محمد حسين عامر، أيضا الشيخ محمد القريطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. الشيخ القريطي رحمة الله عليه. إذا ننتقل إلى القراء، استثمار للوقت، القراء الخارجيين، من قلت أو من أبرزهم؟